أكدت سعادة السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى عضو مكتب النساء البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي أن تعزيز المشاركة النسائية في بناء السلام أمر ضروري. وخلال حلقة نقاشية نظمها منتدى النساء البرلمانيات بعنوان النساء بانيات السلام ينهضن بالسلام المستدام، أكدت على دور المرأة في عمليات صنع القرار والمشاركة السياسية في تحقيق حلول شاملة ومستدامة للصراعات، مشيرة إلى ضرورة توفير البيئة المناسبة والدعم اللازم للنساء لمواصلة عملهن بأمان وفعالية. وأوضحت أن المشاركة النسائية في بناء السلام تواجه العديد من العوائق والمخاطر، داعية لأهمية إقرار قوانين وسياسات تحمي حقوق النساء في مناطق النزاع.